انتهت الهدنة وعاد القتال، أكثر من 240 قتيلا فلسطينيا حتى الآن، مع تركيز الأنظار على جنوب قطاع غزة المكتظ سكانيا. الدعوات الدولية تتواصل لاستئناف الهدنة ومحاذير من تداعيات عودة القتال على المدنيين وبالتالي تفاقم الأزمة الإنسانية. مفاوضو الهدنة يسارعون إلى إعادتها، وخصوصا أن الأسرى الإسرائيليين وعددهم أكثر من 100 والمسجونين الفلسطينيين ما زالوا في قبضة الطرفين. المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أفاد بمواصلة واشنطن العمل مع إسرائيل ومصر وقطر في الجهود المبذولة لاستعادة الهدنة الإنسانية في غزة. كما ضغط وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مؤخرا على حكومة نتنياهو لمعرفة المدة التي تستمر فيها الحرب، لكنه لم يتلقى إجابة واضحة بحسب مسؤول أمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال. الصحيفة التي نقلت عن مسؤولين أمريكيين ذكرت أن الضغوط الدولية قد تجبر إسرائيل على وقف عملياتها بحلول أوائل العام المقبل، وخصوصا إذا استمرت الخسائر في صفوف المدنيين، لكن إسرائيل عارضت الجدول الزمني. إسرائيل بدورها تواجه ضغوطا ليس على الصعيد الدولي فحسب، بل على الصعيد الداخلي أيضا، وخصوصا من قبل عائلات الأسرى الذين يطالبون الحكومة بعدم توقف محادثاتهم عبر الوسطاء مع حماس لتحرير المحتجزين. إسرائيل تسعى إلى تكثيف الضغط على حماس من خلال عملياتها العسكرية، بما يحقق إجبار الحركة على تحرير أسراها وفق الصحيفة. يأتي ذلك مع استعداد إسرائيل وفق الصحيفة أيضا للنظر في فترات توقف مستقبلية للحرب في غزة للسماح بإطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.